أعتقد أن السبب الرئيسي اللي خلى الشارع الجزائري ينفجر هي حادثة الكادر. لما رئيس مرمي في مستشفى راح يموت وناس في الجزائر رفع كادر وتقول العهدة الخامسة والشعب وصل لهنا في العهدة الرابعة لأنه كانت بيد العصابة، الرئيس غايب وهما استغلوا الظرف ووصلوا البلد اللي الظرف اللي الأشياء اللي كنت أتكلم عليها، وجيوا بعدين جايبين كادر وعاملين شيء مقرف تشوفوا في التلفزيون وكشفته ولا شك يا أستاذ. نعم. شيء عمره يعني في الدول المتخلفة اللي الشعوذة هذيك اللي بكري في الأيام الجاهلية ما كميش هكذاك، ميش هكذاك، وجايبين معاطين كاشير وساندويتش وروح غني تاع الرئيس وحابين يمروا العهد الخامسة، ويجيوا الناس اللي عمرهم ما دخلوا للسياسة يتكلم بالخطاب تاعو التافه، وعاود ورجعوا هذاك الوزير الأول اللي كان طردوه وجابوه هو سلال هذا، وجايبين كادر وأصبح إذن تشوف من أنه الشعب انت يا فار لا خلاص بلغ السيل الزبا. اثنين، أنا لما ندير حملة انتخابية مدام راني هذا جاتني هذه الفرصة ومنصة باش نروج إلى خطاب سياسي، نتحدث على الحريات في الجزائر، نتحدث على حرية الإعلام، نتحدث على فشل المنظومة تاع الحكم هذه منذ تنصيب السيد عبد المجيد تبون والإشكاليات اللي راهي مدايرتها. هذا الخطاب كله لم نجد إلا التغيير. أعطينا ميكانيزم تاع التغيير غير موجودة. الأزمة الاقتصادية ولا واحد تحدث عن الأزمة الاقتصادية وعطى حلول وقال هاي منين راح نجيبه، والمشكلة تاع الدعم الاجتماعي كيفاش راح نعالجه، ومشكلة تاع المنظومة الصحية. دخلنا في تعويم الحياة السياسية في تمييعها، وأنا نقول لك هذه المرة خاصة أمام عدد الكبير من المشاركة وزج بالشباب في هذه الانتخابات، نقدر نقول لك ما تبقى بلك من ثقة خلقها الحراك راح تزيد تكسرها هذه الانتخابات، لأنه حتى ولا كانت انتخابات نظيفة المشهد السياسي لن يخرج قوة سياسية قادرة على فرض إصلاحات حقيقية على النظام، لأنه الجميع راني نشوف فيه كلهم موالات، ما لقيت حتى صوت تاع المعارضة. وبعد 90 مليار دولار في اقتصاد الجزائري حاجة توزن. على ذكر السوق السوداء كنت جايك لها الآن، باعتراف الرئيس راه كاين فيه 90 مليار دولار اللي راه موجودة في السوق السوداء. نعم. يعني ألم يحين الوقت في الجزائر على جال باش تستثمر هذه الأموال في شكل مصارف مثلا؟ شوف، عندما كان يتحدث أنه 90 مليار دولار هي قيمة السوق الموازي، هذا السوق الموازي واش فيه؟ فيه السلع، فيه الخدمات، فيه التجارة المالية يعني الممارسة المالية، وفيه أيضا تجارة البشر، تجارة الجنس، تجارة المخدرات، فيه كل شيء اللي تتخيله في رأسك موجود فيه. هذا الاقتصاد لابد أن نجذب الصالحة منه ونحارب الممنوع دوليا، تجارة الجنس محرمة دوليا، تجارة المخدرات محرمة دوليا، تجارة السلاح غير رسمية محرمة دوليا. دونك إذا التجارة في البشر، تجارة في الحراقة داخلة فيها ولا لا؟ لا، في البشر، في البشر، نعم، تجارة في البشر. هذا الاقتصاد أدي منه أنت ما تحتاج. وش ما يحتاج؟ جماعة عندهم تجارة السلع القانونية وتجارة الخدمات القانونية، لماذا لا استغلهم؟ قلنا احنا بان الحراك خرج من انه يسمح الناس يعبروا عن رايهم. ولما تجي تسمع ناس يعبروا عن رايهم يخرجوا لك ناس واحد اخرين يسبوهم. اي حراك هذا؟ الحراك خرج باش يضمن من بين اهدافه انه يضمن حريه الناس في التفكير والتعبير، صح؟ نعم. ما صارتش عندنا حريه التفكير والتعبير الان. مش من السلطه ولا النظام، لو من السلطه والنظام امر فروغ منه. قال هذا نظام وهذه سلطة وهذه ممارساته. منا احنا، انا وانت نور الدين، انت تسبني وانا نسبك، وانت ماك مسؤول وانا مانيش مسؤول على الوضع. مش انت مسؤول على الوضع ومش انا، علاش تسبني ونسبك؟ وش الشيء اللي خلانا نوصلوا لهذه النتيجة الاخ حفيظ؟ لا، كاين اجندات دخلت، خليني نقوله، كاين اجندات ايديولوجية دخلت في الموضوع. لو تتذكر في البداية ما خرجناش إسلامي ويساري وبولحية وصاحب القميص وصاحب الجين والمينيجيب والشرق والغرب، ما خرجناش عليه.
خرجناك شفت كيفاش كخرجوا الشعب. لما دخلت فيها عوامل ايديولوجيه تغير المعطى، كل واحد صاير يجبد الروح. شوف شهر من بعد بدينا رايح نبداو في الاشغال، راح ولد قابلية يبعثوا لنا يقولوا لنا عندكم 50 مليون للشهر جمعيه نتاع طلابين وشني اساتذه في الجزائر وشني طالب يدفع 50 مليون في الشهر. بالتالي شوف هذه ديدا الأنظمة اللي تخنق نفسها بنفسها، يخافوا من العمل الفكري، نفس خوفهم من الأحزاب. تبان له باللي حزب هذا ينشأ ما يش عارف شو رايح يدير. وأثبتت لهم الحراك أنه كل الأحزاب اللي ينشؤها ما قدرش حتى حزب يطلع هبط لا جراند بوست ويتكلم مع الناس، يتكلم معهم ويرجموا. ورغم ذلك شوف الطغاة هذم متخلفين عقليا، بمجرد ما تنحلوا القرصة يولي ينسى باللي راه دار، فات على مرحلة نتاع ضغط وباللي راه كان في الحق رايح يصلح الأمور. على ذي اللي قلت لك باللي في الفترة نتاع يكون مزيرين يقول لك دير حزب، نهار ما ترخف له شوية يقول لك والله ما تشوف. كان وزع نياشين على مجموعة نتاع مجاهدين وخرين ما وزعش عليهم نياشين، هذا احداث وقع دار مشاكل بين زاد يعني مشاكل بين المجاهدين. وبعد باش يفري الصراعات اذا كان صراعات بين عجول وعايسي مسعود، هذه صراعات قديمه وقعت، ما حاولش باش يعني ما لاحظناش محاوله نتاع عميروش باش يوقف ولا يدير صلح بين المتناحرين عجول ولا عمر بن بلعيد. يعني ما شفنا حتى مبادره في هذا الاطار. حتى لما تلقى الرصاص على عجول راح استقهدر معاه، ما يعني ما تاثرش، ما قالوش على ضربه وعلاش شكون ضربك وشكون مع هذا، راح شافوه كانها حاجه عاديه. وهذا مما ادى الى الشك يعني في عجول في عميروش بانه ما جاش يعني بنيه صافيه نتاع الصلح. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها طاعتك ويذل فيها معصيتك ويعمل فيه بشريعتك، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عداك. اللهم اهد هذه الأمة وقيد لها الرجال الصالحين، وقيد لها الرجال الصالحين، وقيد لها الرجال الصالحين الذين يخرجون بها إلى شاطئ الأمان.